اليوم الثلاثاء 23 رمضان 1440 أمام مركز تناغم الحياة هارموني أوف لايف لدى الأستاذة صاحبة المكان هذا المرموق الدكتورة بيهان يماني. إفطار ما غادرت محلي إلا أول يوم رمضان، يوم 8 رمضان، وهذا اليوم فقط أختي نبع الطمأنينة الأستاذة الدكتورة بيهان غسم نفسها وعزن ما غربت شمسها. أنا يمصم لي التاريخ وتتفاخر بي حسودي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أهل الدار. أنا سعودي، أنا سعودي، نعم وامجادي شهودي، وأظهرها في الدنيا تراها أرضي وحدودي. السلام عليكم. كيف حالك دكتورة؟ الله يسلمك يا رب. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك. الله يكرمك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ودكتورة فاطمة الجاوي نحييكم في إفطار تناغم الحياة السنوي بجميع أعضاء. هذا كل سنة تعمليها دكتورة؟ بإذن الله. بإذن الله. كل عام. الله يطول في عمرك ويشدك بالعافية يا رب. سلمك وضيفك الكرام. التواصل بالذات في داخل الأسر، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى من الآن رح نبدأ أحلى لمة من تناغم الحياة إلى أسرنا. طبعا بالنسبة للتواصل كثيرا، لما كنت في مؤتمر في الكويت سألتني إحدى الأخوات ليش فقد التواصل بين الآباء وبين الآباء والأبناء أو الأزواج، يا ترى ليش فقد التواصل أو ضعف التواصل بين الأزواج وبين الآباء والأبناء؟ يمكن هذا يا دكتورة واحد من الأسباب. الجوال، فعلا السوشيال ميديا. يعني للأسف بنكون نحن في داخل المكان أو في داخل البيت، حتى لو نحن جالسين، نحن قاعدين على طاولة السفرة، كل واحد ماسك جواله. هذا يعني الغزو الفكري اللي داخل علينا للأسف. طيب كيف نحل هذه المشكلة؟ نحل هذه المشكلة عشان نلوق أولادنا ونحتضنهم أكثر. شيء يستحق التفكير. طبعا أول حاجة يفترض نضع قوانين لبيوتنا، إنه عندنا من الساعة الفلانية كذا إلى كذا نقفل الجوال نهائي، أنا والأم والأبناء، ويفترض القانون يمشي علي أنا قبل الآخرين. حتى نحن في لمتنا هنا، السلام عليكم. هذا ابني البكري الحبيب ولد اختي ابراهيم الشهري. ابراهيم الشهري ولد عمي. قلت لك الكلام كمل حياتي تكمل بعدين. الأسباب ايضا اللي فقدناها في اسرنا عدم وضع قوانين، ففككت القوانين وحللت القوانين فصارت في فجوات كبيرة في داخل الأسرة. فأنا يمكن ما عرفتكم عن نفسي، تعريف بسيط، فاطمة الجاوي،
ماجستير ودكتوراه علاج اسري، تخصص الدقيق في التواصل الاسري ماستر كوتشنج. هذا تعريف بسيط عن نفسي. فبحكم الحالات اللي بتجيني، بحكم الدراسات اللي انا عملتها، المشكلة الاساسية اللي بتصير بين الازواج وبين الاباء والابناء التواصل اللي بيناتهم، دخول الفجوة. فمن الان في تناغم الحياة باذن الله تعالى نبدأ احلى لما ونضع قوانين لنفسنا ونلغي شوية الجوال لساعات. عندنا الوقت 24 ساعة، بننام 8 ساعات، كم باقي لنا؟ 16 ساعة. ممكن 5 ساعات نوقف شوية، نقفل الجوال، يصير ايش باقي عندنا؟ مستحيل. بس انا بس اسال سؤال. طبعا ولا ساعه ولا دقيقه. انا كنت بدي اخلص، لان انا عندي اعتراض حق الدار اللي حبيت فيها البيت. طلعت ما نقدر نروح. ليش 5 ساعات ما تقدر؟ 5. طب تفضل استاذ احمد. طيب خليني اقول لك، انا الجوال اللي فيه شغف اكبر من اني انا اتركه، وما حتركه لما يكون في عندي شغف اكبر. مثلا اضع البديل. قصدك البديل اللي هو مثلا، خلينا نقول لك انا شفت اولادي العصوف، اول ما يجي العصوف ويجي المقاطع اللي فيه ولاده كله بيسيب الجوال، رغم ان النت شغال وكل شيء شغال، الا يعني ممكن يكون 5 دقائق من التوتال تايم اللي هم سقعوه. لكن غير كذا كله شغال هنا وكله بيتناقش. كانوا بيسالون والله ايش سوى جهمان، ايش سوى مع الفيس، ايش سوى كذا، حدث قدامهم اعلى من هذا. هم بديل افضل يعني. البديل. طيب. هذا ممكن يكون حل، يعني انا لازم اوجد بديل غير اني انا اخذ النت واجبر. بدايل. غير الاجبار في حاجه اعطيك بديل. ايش البديل اللي انا ممكن اعطيه غير اني طبعا من الضروري. شكرا استاذ احمد، زي ما تفضل قال انه ممكن انه نحن ندخل بديل بدل انه اجي امنع عن شيء ادخل بديل. طبعا شيء اساسي لما انا اجي اضع شيء او قانون، زي ما الاستاذ حيدخل علي بمداخله، يفترض انه انا لما امنع او اوقف عن شيء لابد اني اضع له بديل طبيعي. طبيعي هنا كيف اليه وضع البديل؟ اختار الشيء المحبب. يعني مثلا فلنفرض زي ما تفضل زي تمثيلية العاصوف. طيب خلينا انا اعرف الوقت مثلا من الساعة 8، صراحة انا مو قد كده على التلفزيون، من 8 الى ساعة. ممتاز، بطريقة غير مباشرة نوقف الجوال لمدة ساعة ونخلي الساعة هذه يتفرج بالتلفزيون، واقوم ادخل في دور المناقشة كيف ايش صار، ايش الاحداث اللي صارت في التمثيلية كده. انا احاول اتقرب لابنائي، اتحول اتقرب لزوجتي، اتقرب لزوجي. فكده يعني وقت على وقت، الساعة تمشي ساعة ونص ويمشي ساعتين، فهي مجرد بدائل. بس البديل ما تيجي تفرض، انا مش لسه ما سمعت اني اصبر عليا. فهي الفكرة لما تيجي تضع، لما تيجي تضع قوانين وتضع بدائل، شوف الطريقة المحببة للطرف الثاني. طبيعي انا ما اجي انزل قانون صارم ممنوع وانتهينا. احنا ما احنا في محكمة او في مدرسة، حتى المدرسة ترى صاروا دحين بيعملوا بدائل للطلبة. ثاني حاجة لما أجي أضع، أحاول أتقرب لأبنائي. يعني أنا عندي ابني الله يحفظه، لما أجي أقول له طبعا البديل ما حيرضى طبيعي. لما أجي أقول له هي قفل الجوال، إحنا لما نجلس مع بعض مستحيل ما حيسمع كلامي. بس البديل يستحوذ على تفكيره، الشيء اللي هو يتقبله. شكرا دكتور، الله يعطيك العافية. جندي المجهول استاذ حنان القحطاني، حضري هنا ماسكه تصريح جديد اللي هو المركز الاعلامي. ما شفتها ايوه، وما شاء الله لا قوه الا بالله. مسكته لها فتره شهر ونص هي والاستاذ شادي وهاني، لكن لا قوه الا بالله. في الشهر ونص اقيمت 4 و5 اللي قاعد اشوفها انا 4 فعاليات. يس هي الله يبارك لها، وكانت عامله جو مره جميله ورائعه. الله يحفظها يا رب، هي والاستاذ شادي وهاني، وطبعا الباقيين كلهم ما قصروا. دكتور احمد الزهراني كان معنا في وصيه رمضان، نزلنا مرتين من مكه الله يحفظه يا رب. ودكتور خلف، دكتور خلف الزهراني كان معنا في موسم من وصيات رمضان، الشكر والتقدير. ودكتور اشرف، وفي ما شاء الله لا قوه الا بالله دكتوره اروى مجاهد هناك، من الناس الجميله اللي دائما بتقدم معنا، جنبها منى العبسي وسوسن
ويمين اللي ماني شايفتها أسواد دكتورة فاطمة الجاوي، كلهم كذا تبارك الرحمن يعني بعض جنود وأعضاء تراهم الحال. أنا فخور اللي شفت الفرق اللي شفتها سابقا الفترة الوجيزة اللي أنت فيها دكتورة بيانا، الغياب اللي غبت هذا الفترة اللي بيني وبينك كان تواصل، ما أنت من إنجازها الحين في هذا المركز، فأنا فخور فيك وفي أبنائك وفي العاملين في المركز معك على الشيء اللي قدمته واللي أنا قاعد أشوفه تواصل. الله وحقيقة الكلام وصل كثير يعني، ولكن ما وصلت لك لحد الله يحفظك يا رب تستاهلي كل واللي فعلا يعني قائم هذا الجهد كله على راسه كله الاستاذ نايف وساره ومليكه مليكه طبعا اللي قاعده هناك مسؤوله تستاهلون كل خير وبنتي وفاء أقل من كلمة شكر يعني، لا كلمة شكر أنا قادرة أقولها ولا شيء، بس يعني حاجة بسيطة كده تشوفوها كده تقولوا أوكي. هذه هنا تناغم الحياة موجودة ومع كل المجموع يعني مع حفظ الألقاب والأسماء كلهم دول اللي قلتهم اللي قاعد هناك ويتخفى دكتور عبد الله جمال يتخفى وهو صاحب الميزان. دكتور احنا جلسنا معها جلسة 5 دقائق ايوه نعم وكسبنا منه الخبرة الكبيرة عملنا ميزان جدا جدا يعني الفترة جلسنا اتمنى دكتور عبد الله انك توقف لنا هنا تدينا فكرة عن نادي التوازن اللي عملناه وكان صدقا يعني نادي التوازن برضه كان دخلوا فيه ناس ما هم ملتزمين تماما فترة 3 شهور لا قوة الا بالله خرجوا اكثر التزام ومدربين في التوازن كان احد الطلبه اذا كنتوا انتم عارفين اللي هو استاذ عصام قاري او دكتورنا وابونا عصام قاري كان من تواضعه نازل انه هو طالب مع دكتور عبد الله جمال الله يحفظه محمد القاضي وعلى القاضي سلام وعلى القاضي سلام سلام وعلى القاضي سلام وعلى القاضي سلام جميل الله فتح على غصن لما الندى حياه نور سلام ويتم ترشيحي لأستاذ رويد يسلم والمهندس رويد يسلم أولا لجماله في الإعلام ولأنه إعلامي نشط له بصمته الجميلة في الإعلام له توجه الإعلامي المتميز والمبدع له توجهات إعلامية فكرية منمقة كده وعارف هو بيروح فين وبيجي بيستهدف مين بالضبط أنا أشتكت من السعوديين الإبداع